تبارك الله في المستوى، وكنشكروا الناس اللي اورغانيزاو، وكنشكروا الجمهور، وكنشكركم انتم. هذه ثاني مره، ولكن هذه اول مره غادي يكون فيها الحفل بهذه الطريقه. بوق ان شاء الله غادي يخرج في الشهر الرابع ان شاء الله. ما بغيتش نهضر عليه حتى يخرج، حيت هو غيهضر على راسو. اغارس صافي. الجديد ان شاء الله تكون واحد الاغنيه في الاخر ديال الشهر ديال يناير، ومن تما ما نبقاو نطرحوا حتى شي حاجه حتى يخرج الالبوم باذن الله.